صباح الخير. بنبدأ معكم بفقرة جديدة من أوروسكوب. رح نقوم بجولة سريعة على الأبراج 12 لنشوف الحظ كيف رح يكون لتوقعات 19 الشهر. جولتنا مثل العادة بتبدأ مع برج الحمل. تتعاون جدياً أيها الحمل مع الشريك كرمال مستقبل زاهر، وسبب هالتعاون هو التفاهم الكامل والانسجام بيناتكم. مهنياً ممكن تلام على موقف أو بتشعر ببعض الإرباك وبعدم القدرة على السيطرة على الظروف. برج الثور، يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب فيك أيها الثور، ولو ما كنت متأكد من تجاوبه معك. مهنياً بيدعيك أرباب العمل للابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لألا تتورط بموقف صعب. برج الجوزاء، بتدخل بمعارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، فبتنجح ببعض الأحيان وبتفشل بأوقات تانية. أما مهنياً بتغير الأفاق وبتنكب على أعمالك الجديدة وبتبرع بمجالك المهني. ننتقل لبرج السرطان. بتمر علاقتك بالحبيب بالمزيد من السعادة والتفاهم، وبتتلقى هدية قيمة منه وبتسمع لنصائحه. أما مهنياً ادرس خطواتك منيح وما تقوم بأي عمل قبل التحقق من صحة المعلومات وقدرتك على التنفيذ. برج الأسد، ممكن تلاقي الحب بمجال عملك لكنك بتعيش بعض الانهيارات والتوترات وبترتكب الأخطاء. أما مهنياً يوم خالي من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بناءة بتساهم ببلورة المشاريع الجديدة والناجحة. برج العذراء، إذا شعرت أيها العذراء برغبة بتطوير علاقتك بالشريك، بادر بالتكلم معه بالموضوع اليوم قبل بكرة. أما مهنياً بيحمل لك اليوم انطلاقة جديدة نحو أفاق واسعة ونجاحات مهنية ممكن تساعدك على تطوير قدراتك. برج الميزان، بتنهال عليك الأخبار الحلوة أيها الميزان، الأمر يلي بيساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك باللي بيتناسب مع أهدافكم. مهنياً مغامرة جديدة بتلوح بالأفق، فحاول أنه تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة. برج العقرب، الاحتكاكات السلبية مع الشريك ممكن تترك آثار وخيمة على العلاقة، فعليك المبادرة إذا كنت مهتم بالمحافظة عليها. أما مهنياً عروض كتيرة بتتلقيها بعد ما أظهرت جدارتك بالعمل، لكن التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جدية. برج القوس، ما تدخل بنقاش غير نافع مع الشريك، لأنك إذا حاولت معرفة الأسباب حتتراجع وتقدم الاعتذار علناً. مهنياً ممكن تمر بتجربة قاسية بحيث يكون اليوم فارغ من الحصانة ومخيب للأمال، وبتكون متوتر وما بتقوم باختيار المنيح لإلك. برج الجدي، بيغيب عنك الحبيب بسبب انشغاله بالعمل، بس ما تقلق فأنت دايما بباله والدليل هو حديثه الدائم عنك بكل المناسبات. أما مهنيا بتعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وبتتوصل لنتائج إيجابية. برج الدلو، الشفافية هي عنوان العلاقة الجديدة بالشريك، الأمر يلي بيخلق بيناتكم أجواء من الراحة والسعادة والتفاهم على كل شيء. مهنياً نجاح كبير وغير متوقع بالعمل، خاصة بعد القرارات الحاسمة يلي اتخذتها لدعم المشاريع يلي طرحها عليك بعض الزملاء. ننتقل لآخر برج معنا لليوم، برج الحوت. ما تكون قاسي مع الحبيب بل كون متسامح أيها الحوت، فهو ما بيقصد أنه يجرح مشاعرك بكلامه. مهنياً قبل الفرصة يلي عم تنعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة ناجحة لمستقبلك. أما مورود اليوم من برج العذراء، أنت شخص منطوي ومنعزل على نفسك، لهيك ما عندك كتير أصدقاء وبتهوى الحياة المنزلية الهادية والتصرف بهدوء. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم. أنا بشوفكم بكرة بفقرة جديدة، وهلأ وقفة وبنرجع لـ MTV Alive.